أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. بلاد الرافدين اسم نفهم ماهيته الزراعية وكونه بلاد الخضرة والنضار والرواء، حتى أتى حين من الدهر انقلبت فيه المعادلات فصار العراق صحراء قاحلة ونال تصحر من كل شيء فيه إلا دموع ثكالاه وأيتامه وجياعه ونازحيه ومحروميه ومنفييه ومحبيه. يتساءل الكاتب مكي النزال في صحيفة الميثاق الوطني، لماذا تصحر العراق المائي؟ جاء المحتلون الأمريكان فشنوا حملات عديدة، أولها قطع رؤوس الرجال والنساء والأطفال، ثم زاغوا إلى النخيل فقطعوا رؤوسها أو جندلوها وتركوها جثثا هامدة. وجاء الإيرانيون فخنقوا الأنهار والروافد من أعناقها وحرفوا مساراتها ليشربوا هم ويسقوا زروعهم التي يبيعونها لنا بأسعار يحبونها وتفقرنا وتفرغ ما في جيوبنا من قليل مال كسبناه بماء نزفناه عرقا. أما ولاة أمورنا فمتربعون على شرفات قصورهم على ضفاف بحيراتهم الصناعية التي تستمد ماءها من دجلة والفرات اللذين لا ندري متى تقرر جارتنا الأخرى قطعهما لتحل الفاجعة الكبرى، وربما نموت عطشا. إن التصحر الحقيقي هو ما جناه علينا هؤلاء الذين تولوا أمرنا، تصحرت عقولهم وضمائرهم فلم يفكروا بأهم وأغلى وأثمن ما يملك العراقيون من مستلزمات الحياة، فضيعوا النخيل والأشجار التي كانت سدودا تصد عنا الغبار، فصرنا نختنق بالمعنى الحرفي للكلمة، ولا نجاة لنا إلا في مطر الله الذي ندعوه ألا يقطعه عنا، وهو الرحيم بنا والكريم في عطائه. ولكي نقدم الحلول نقول إن هنالك طائرات مسيرة تغرس آلاف الأشجار بسرعة مذهلة، وإنها معروضة للبيع هي والأشجار في بلدان مثل أستراليا التي قهرت صحراءها ليعيش مواطنوها دون ما اختناق. وما أجمله من عراق حين تتغير وجوه من يقودونه ليعود نضرا يتغنى به شعراء الكون قائلين: الماء والخضراء والوجه الحسن. وأرجو ألا يساء فهم قولي، فأنا لا أعني منطقة نفوذهم التي يتخندقون فيها بعيدا عن شعبهم والمسمات ظلما بالمنطقة الخضراء وهي في حقيقتها غبراء. يقول الكاتب علي حسين: عندما يخرج قيادي في فصيل سياسي مثل النائب السابق حامد الموسوي ليعلن أنه سيسحل الجميع ما لم يوافقوا على تشكيل الحكومة ويهدد باجتياح مدن عراقية، وعندما تتنمر النائب علي نصيف على مواطنين عراقيين وتسخر منهم، فما هي الرسالة التي تصلك عزيزي المواطن؟ ربما تفهم المسألة على أنها حماسة من جانب نائب سابق، وربما تفهم في إطار خطاب تحريضي يحول المعركة السياسية إلى معركة طوائف ومكونات لإلهاء الناس عن المطالبة بمحاسبة المفسدين، وتحويل الصراع من صراع على تشكيل حكومة تخدم العراقيين إلى صراع على من يفوز بالحصة الأكبر من الكعكة العراقية. لطالما شاهدنا نوابا تأخذهم نوبة من الدروشة حين يتم الحديث عن الفساد وسرقة المال العام. مرات كثيرة نسمع ونشاهد نوابا يخرجون الدستور من جيوب جببهم ويصرخون ضد كل من يطالب باحترام حقوق الآخرين، أو لأن البعض يريد أن ينتصر لحق العراقيين في العيش بمجتمع يحترم خياراتهم السياسية والفكرية والاجتماعية. لماذا أصبحت الطائفة أهم وأقوى والتعامل بمنطق الطوائف هو البديل للمواطنة؟
لماذا نجد أنفسنا أمام ساسة يتصورون أن العراق في خطر لو لم يحصلوا على كراسي السلطة؟ فيما الواقع يقول إن العراقيين لا يبالون بالبرلمان ولا تهمهم طلة النائب مثنى السامرائي. كل يوم نسمع ونشاهد نوابا يزأرون غضبا ضد كل من يتحدث عن العدل الاجتماعي وحقوق الناس. مسؤولون وسياسيون لم يحفظوا من قاموس السياسة سوى كلمة واحدة: الثأر، متناسين أن الثأر لا يبني أوطانا ولا مجتمعات ولا حتى صريفة. لماذا؟ لأن الثأر يعني ببساطة أننا نعيش في مجتمع تحكمه جماعات مسلحة وزعماء طوائف لا زعماء سياسة. الثأر ضد القانون، وأي مجتمع يصر قادته على اتباع أسلوب الثأر فهو مجتمع متخلف. استدعاء نظرية السحل ومواصلة الشحن الطائفي لا بديل عنهما أمام سياسيين لا يرون إلا أنفسهم ولم يروا طوال أكثر من 19 عاما من الحكم إلا أنفسهم أيضا. ونقرأ من موقع عربي 21 مقالا للكاتب إسماعيل ياشا حول تصاعد التوتر بين أنقرة وأثينا في الآونة الأخيرة إثر التصريحات والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الأتراك واليونانيين حول الحدود البحرية والجزر المتنازع عليها في بحر إيجا، وقيام اليونان بتسليح تلك الجزر القريبة من السواحل التركية بشكل يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات. رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس زار واشنطن قبل حوالي شهر وألقى كلمة أمام الكونغرس الأمريكي وشكى فيها أنقرة إلى أعضائه مطالبا بعدم الموافقة على بيع أسلحة وطائرات حربية إلى تركيا، ولقيت كلمته تصفيقا حارا من أعضاء الكونغرس. أنقرة ترى أن التحذيرات التي توجهها إلى أثينا بشأن الجزر مشروعة وفقا للقانون الدولي، لأن الأخيرة من خلال عملية التسليح تقوم باختراق القانون الدولي والاتفاقيات وفرض أمر واقع في الجزر التي يفترض أن تبقى مناطق غير عسكرية لا يتم فيها أي نشاط عسكري كمناورات، ناهيك عن التسليح وإقامة قواعد عسكرية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لأمن تركيا. ويلفت خبراء أتراك إلى أن ملكية تلك الجزر نقلت من إيطاليا إلى اليونان قبل عقود بشكل غير قانوني من خلال اتفاقية لم تتم دعوة أنقرة إليها، وأن تسليط الجانب التركي الضوء على هذه الحقائق هو ما يفقد الجانب اليوناني صوابه. وإضافة إلى ذلك، تعتقد أنقرة بأن التواجد الأمريكي العسكري في القواعد المنتشرة على طول الأراضي اليونانية وأرضها يستهدف تركيا بالدرجة الأولى لا روسيا، علما بأن إحدى تلك القواعد تبعد عن الحدود التركية 40 كيلومترا فقط. الكاتب والأكاديمي التركي سليمان سيفي أوغون أشار في مقاله المنشور يوم الاثنين في صحيفة يني شفق إلى محاولات تطويق تركيا عبر إيران واليونان، وذكر أن العملية العسكرية المرتقبة للجيش التركي في شمال سوريا ستكون أولى خطوات كسر هذا الطوق، وتوقع أن تتحول هذه العملية إلى مواجهة بين تركيا وإيران، مضيفا أن تركيا يجب أن تنتظر الضربة الكبيرة من الغرب، في إشارة إلى اليونان إن نجحت عملية الجيش التركي في شمال سوريا. كما قال إن الحرب التركية اليونانية اليوم أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى. تحت عنوان مساجد في فرنسا تعاني من التمييز على يد مصرفيين متشددين، وزير الداخلية الفرنسي يبرئ نفسه من كل مسؤولية، قال موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي إنه ومنذ عدة أشهر تعرضت مجموعة من المساجد إلى مضايقات تتمثل في حظر وتجميد حساباتها وحسابات الجهات المانحة دون تقديم أي تفسير. وذكر الموقع أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وخلال خطاب قبل 4 أيام من موعد الانتخابات التشريعية أقر بنفسه بوجود هذه الظاهرة،
لكنه رمى بالكرة مرة أخرى إلى زميله وزير المالية، كما حمل الاتحاد المصرفي الفرنسي المسؤولية عن هذه المضايقات. وزير الداخلية الفرنسي المكلف بدور العبادة والعلاقات بين الأديان قرر الخروج من صمته، وقام بإرسال رسالة في 8 يونيو/حزيران إلى وزير الاقتصاد والمالية، والتي تسربت إلى الصحافة بعدها. اعترف فيها درامانان لأول مرة بوجود هذه الظاهرة. ميديا بارت أوضح بأن درامانان أسف لسلوك بعض المؤسسات المصرفية التي باسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بإغلاق حسابات جمعيات إسلامية دون إشعار أو تفسير، مبررة قراراتها باستخدام تلك الجمعيات الأوراق النقدية بكثرة دون المرور عبر البنوك، وكذلك استخدام صناديق إلكترونية لجمع التبرعات أو حتى التمويل الدولي. غير أن المؤسسات المصرفية وحسب ميديا بارت نقل عن وزير الداخلية كان بإمكانها الاكتفاء بإرسال تقرير يرصد المعاملات المشبوهة إلى مكتب مكافحة تبييض الأموال التابع لوزارة المالية. ويواصل الموقع نقلا عن الرسالة التي أرسلها وزير الداخلية الفرنسي إلى زميله وزير الاقتصاد والمالية، يقول له فيها إن الوضع الحالي يعيق الاندماج المناسب للجهات الفاعلة المستقلة والبناءة والمراعية لاحترام قيم الجمهورية. عميد مسجد ليون الكبير قال في رسالته إن عشرات المساجد التي كانت قيد الإنشاء أو التوسعة تعرضت حساباتها المصرفية للإغلاق، في إشارة إلى الإغلاق الهائل للحسابات المصرفية للأفراد الذين شاركوا في بناء المساجد. من جانب آخر، نقل ميديا بارت عن جمعية حركة حقوق المسلمين وجود مشكلة تتعلق بغياب وسيلة فعالة تسمح بالطعن في التقارير التعسفية ضد الأشخاص والهياكل الإسلامية المستهدفة والتي يتم تنفيذها في ظل غموض كبير. طالبت صحيفة واشنطن بوست الحكومة الأمريكية باتخاذ موقف قوي من تصاعد الإسلامفوبيا في الهند، وجاء في افتتاحية الصحيفة أن علاقة الهند مع الدول ذات الغالبية المسلمة توترت هذا الشهر بعد إطلاق مسؤولين في حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بهارتيا جاناتا تصريحات مسيئة للرسول محمد، وقررت المتاجر في دول مثل الكويت مقاطعة البضائع المنتجة في الهند. وشجبت عدة دول مسلمة إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي التعليقات الهندية، وهي تحركات جيدة كما تقول الصحيفة، لأن التعصب الديني في ظل مودي استمر بدون أي تحد أو معارضة. وترد الصحيفة قائلة ليست بهذه الطريقة حكم مودي الهند، فقد نشأ البلد كدولة علمانية رغم أن نسبة 70% من سكانه هم من الهندوس و 15% مسلمون، ولكنه انزلق نحو القومية الهندوسية في ظل حكم بي جي بي. وقامت الجرافات بهدم بيوت في الأحياء ذات الغالبية المسلمة بمبررات واهية، بل وتباهى المسؤولون بعمليات الهدم ومنع حاكم ولاية كارنتاكا التي يحكمها حزب بي جي بي الحجاب في المدارس، وهو تحرك أقرته المحكمة في الولاية في آذار مارس. وأضافت الصحيفة أن جراهم الكراهية ضد المسلمين وبقية الأقليات العرقية أصبحت بالمئات كل عام، في وقت يشارك مسؤولو الحزب الحاكم بالتحريض عليها. ووسط كل هذا ظل مودي وحزبه صامتين، وفي ضوء هذا التاريخ لا يبدو أن البيان الذي يبدو جيدا من بي جي بي يعكس اهتماما مفاجئا بالتسامح الديني. ورأت الصحيفة أن من واجب الولايات المتحدة زيادة الضغط على مودي وحكومته، مشيرة إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أكد في نيسان أبريل أن إدارة بايدن ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في الهند، والتي وصفها في هذا الشهر ببلد تتدهور فيه الحرية الدينية. ولكن البيت الأبيض التزم الصمت في معظم الوقت مع تكشف الجدل الحالي،
وربما تحولت الهند إلى ديمقراطية تشاركية أو بلد تعرفه القومية غير المتسامحة والمظلمة، وعلى الولايات المتحدة العمل من أجل تأكيد الأولى. نشرت شبكة NBC نيوز تقريراً حول ردة فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن في حال استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا. وقال عدد من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين الذين تم إطلاعهم على هذه القضية والعديد من الخبراء إنه لا يوجد دليل وقليل من الاتفاق حول كيفية رد الولايات المتحدة على عمل التدمير الذي يحطم القواعد والذي يمكن أن يمحو مدينة أوكرانية ويقتل عشرات الآلاف ويرسل سحابة من التداعيات النووية تنجرف فوق دول الناتو في أوروبا الغربية. يقول مسؤول المخابرات الأمريكية إنهم لم يروا أي مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لاستخدام ما يسمى بالأسلحة النووية في ساحة المعركة، لكن العديد من النسخ من العقيدة العسكرية الروسية المنشورة منذ عام 2000 تصورت أول استخدام للأسلحة النووية رداً على تهديد تقليدي في حرب إقليمية. ويقول خبراء عسكريون إن أصغر الرؤوس الحربية الروسية لديها قوة تفجيرية أقوى بمرات عديدة من القنابل التي أسقطت على هيروشيما ونكازاكي في اليابان. وبحسب أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين بانتظام على مداولات الحكومة الأمريكية، فإنه من الإنصاف القول إن الرد الأمريكي سيعتمد بشكل كبير على كيفية استخدام الروس لسلاح نووي. ويقول المسؤولون والخبراء الخارجيون: استمروا في المسار وشددوا العقوبات واستمروا في تسليح الأوكرانيين مع بناء تحالف دولي ضد روسيا يعزل البلاد تماماً. شن هجوم عسكري تقليدي على القوات الروسية في أوكرانيا أو روسيا أو الرد بهجوم نووي، إنه ما لم يتم ضرب دولة من دول الناتو فلن يكون على الولايات المتحدة أي التزام بالرد. وقال آخرون إن بايدن سيضطر إلى إطلاق بعض القوة التقليدية، ربما مهاجمة القوات الروسية في أوكرانيا أو الوحدة العسكرية الروسية التي أطلقت السلاح النووي، وهو خيار قد يكون له تداعيات خطيرة لأن القادة العسكريين الروس قد يقتلون. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أعدته كارول روزنبرغ كشفت فيه عن الصور السرية التي التقطها البنتاغون لأول دفعة من سجناء معتقل غوانتانامو. وقالت الصحيفة: على مدى 20 عاماً سيطر البنتاغون بشدة على ما يمكن للجمهور أن يراه من السجناء في مركز الاعتقال العسكري في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا، ولم يرغب الجيش الأمريكي في عرض صور لمعتقلين يكافحون على أيدي حراسهم، ولا توجد صور لمضربين عن الطعام يتم إطعامهم قسرياً، ولا توجد صور لجنود أمريكيين يرافقون معتقلين مكبلين، وأحياناً لا توجد صور على الإطلاق لحراس أو سجناء عسكريين. تابعوا معنا صور الكاريكاتير.
أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.